هلا مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية. أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله يستعرضها لنا من جديد درجات. شكرا مصطفى، شكرا إيمان. مشاهدينا، توقعات خبراء الطقس نتابعها وياكم في هذه الجولة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس معتدل على القاهرة الكبرى والأواجه البحرية والسواحل الشمالية والشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى فيها 20، الصغرى فيها 14، جو معتدل. الإسكندرية 21، 13، مطروح 20، 11، بورسعيد 20-14، أما محافظة الإسماعيلية العظمى فيها 22 والصغرى فيها 13. محافظة السويس العظمى فيها 21، الصغرى فيها 14. العريش 21-13، طابة 21-14، شرم الشيخ 25-17، الغردقة 25-15. محافظة الأقصر العظمى فيها 25 والصغرى فيها 12. أسوان 26-13، وادي الجريد 24-9، الشلاتين 26-18، أما محافظة حلايب 24 هي العظمى، أما الصغرى فيها 19. والآن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابعها.